بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا بالأمس أخذنا الأصل الثالث معرفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا لا بد أن نعرف عنه أمور عليه الصلاة والسلام: نسبه ومولده وهجرته وعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا أحد يستطيع أن يتخلف عن شريعته عليه الصلاة والسلام، وكل من بلغته الدعوة سواء كان يهودا ونصراني وغيره ولم يدخل في دين النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر كان من كان، وأنه نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ينتسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل وغيره. نعم، ما أسمع. بلد مكة، وهجر مكة إلى المدينة. طيب، أخذنا أيضا أقسام الهجرة، قلنا أقسام الهجرة كم، وهي نعم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذه باقي على قيام الساعة. الثاني تهجر ما حرم الله، عمل وعامل زمان ومكان. الثالث من مكة إلى المدينة، وقلنا هذه انقطعت بفتح مكة، وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. طيب، وغير هذا. نعم، ما أسمع. أخذنا أن الطهارة تنقسم إلى طهارة حسية وطهارة معنوية، وأهم ما يكون الطهارة المعنوية، أنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بهذه الطهارة. نعم، أن هذا الدين كامل، وهذا رد على أهل البدع. نعم، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موصوف بهذا الخلق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أسمع. عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين: الجن والإنس. نعم، وقت انقطاع التوبة متى؟ طلع الشمس مغربها أو حضور الوفاة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. على ما قسمنا وفهرسنا الأصول الثلاثة، نحن الآن بفضل الله في القسم الأخير وهو الخاتم. والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا من الإيمان باليوم الآخر. ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. والناس إذا ماتوا يبعثون، قال: والدليل، على ما هي عادة المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر المسألة مقرونة بالدليل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والله سبحانه وتعالى قدر أن الخلق يموت في هذه الأرض ثم منها يبعث، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل آخر الزمن ثم يموت في هذه الأرض ثم يبعث منها. نعم، قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، والذي استطاع أن يخلق الخلق من عدم فيكون عليه أهون أن يعيدهم كما كانوا. نعم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. بعد البعث الحساب، وسوف يأتي معنا أن هذا من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب. نعم، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى:
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الحسنى الجنة، للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن كذب بالبعث كفر. من كذب بالبعث كفر، لأنه أنكر ركن من أركان الإيمان وهو ما يكون بعد الموت، الإيمان باليوم الآخر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم تخاصم مع الكفار الذين بعث فيهم في أمور، ومنها ومن أهم ما يكون منها البعث والنشور، لأنهم أنكروا هذا. وأمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم على البعث، وهو صادق عليه الصلاة والسلام بلا قسم، لكن حتى يؤكد هذا الأمر. نعم. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هو أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين للموحدين ومنذرين للمعرضين عن دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإقامة الحج على الخلق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن قامت الحج على الخلق ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واتباع من بعدهم. نعم. وأولهم نوح عليه السلام. تقدم معنا أن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، والدليل أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقول: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول. وكذلك الآية تدل على هذا كما استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. لماذا قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين؟ قال: لأن النبوة إذا ختمت تختم الرسالة من باب أول، لكن إذا ختمت الرسالة لا تختم النبوة. إذن خاتم النبيين أي النبيين والمرسلين. وتقدم معنا أن كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر وكاذب، لابد أن نكذب ونكفر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. نعم. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا فيه أن دين الأنبياء واحد، وأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله ويأمرهم بالكفر بالطاغوت، بل لا بد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولقد بعثنا يعني والله لقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا. ما هذا البعث؟ أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، قلنا معنى يعبدون يوحدون، واجتنبوا هذا أبلغ في الزجر والبعد عنه، يعني اجعلوهم في جانب وأنتم في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجتنبوا الطاغوت. أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت هذا الكلام الذي نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إن الطاغوت
عام في كل ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز بالعبد حده من معبود تجاوز الحد في الأشجار والأحجار وصار يعبدها من دون الله فقد جعلها طواغيت. تجاوز الحد في العلماء وأطاعهم في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد جعلهم طواغيت. تجاوز الحد في الأمراء والسلاطين والملوك وأطاعهم في معصية الله، فقد جعلهم طواغيت. ما تجاوز به العبد حده من معبود أحجار وأشجار، متبوع علماء سوء، مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذن الكفر بالطاغوت أولا قبل الإيمان بالله، وقلنا هذا معنى لا إله إلا الله، أن تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. إذن لابد في الشهادة من نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، افترض الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت ثم بعد هذا الإيمان بالله. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد أو قال أنا لا أقول شيء فهذا ليس بموحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله أي ومحمد عبد ورسول وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. يعني الذي لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه ولا ماله، وهو في الأصل غير موحد. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قلنا المعبود أحجار وأشجار صار يعبدها، أو متبوع علماء سوء، أو مطاع مرا خارجين عن طاعة الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة. أراد أن يبين لك رؤوس الطواغيت حتى تعرف يعني أمثلة على الطواغيت حتى تجتنبها. نعم. الأول إبليس لعنه الله. إبليس لعنه الله، نحن نخبر أن الله سبحانه وتعالى لعن إبليس وطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد الإبعاد من رحمة الله، لكن نحن لا نلعن، لا نستفيد شيء من لعنه، بل نستعيذ بالله منه. وجاء في الحديث أنه إذا لعن يتعاظ، فماذا تصنع؟ تقول نعوذ بالله منه. نعم، إبليس هذا الأول. نعم. ومن عبد وهو راض. الثاني من عبد وهو راضي، يعني لم ينكر هذه العبادة. فإذا جاء إنسان لآخر وسلم عليه ثم انحنى له، إن هذا الثاني سكت فهو طاغوت ولا شك، فالأصل أن ينكر هذه العبادة، والركوع والسجود لا يمكن أن يكون إلا لله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رب ما شاء الله وشئت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. إذا لا يمكن لأحد أن يرضى أن يعبد من دون الله، مفهوم؟ نعم. وإذا رضي فهو طاغوت ولا شك، فلا بد إذا كان جاء إنسان إليك وأراد أن يعني يصرف لك شيء من الاحترام والتقدير أو ما إلى ذلك، لكن هذا الأمر لا يمكن يكون إلا لله، فإذا لم تنكر فأنت طاغوت ولا شك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، نزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال: هذا ليس حق لي، الله سبحانه وتعالى أعلم بما قال عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه، لكن أراد الله سبحانه وتعالى من عيسى عليه الصلاة والسلام أن يتبرأ من هؤلاء وأن ينكر عبادتي من دون الله. نعم. إذن هذا الأمر الثاني وهذا مهم جدا، من عبد وهو راضي. نعم. الثالث ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. هذا القسم الثالث، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب. تقدم معنا أن كل من ادعى شيء من علم الغيب أو علم الساعة
أو النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ومن ادعى غير هذا فهو كافر. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله، هذا القسم الخامس، من حكم بغير ما أنزل الله، ويأتينا بإذن الله تعالى في كتاب التوحيد التفصيل في هذه المسألة. من حكم بغير ما أنزل الله معتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو حكم الطواغيت أو القوانين مثل حكم الله أو أحسن، وهذا كان معتقد فيما يقول، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا القسم الأول. الثاني أن يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد، لكن قدم حكم الطواغيت أو القوانين لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو غيره، فهذا كفر دون كفر وفسق. وإذا اقتطع بهذه الحكومة حق امرئ مسلم فنزيد عليه أيضا أنه ظالم. الرابع أن يكون جاهل لا يدري، يرجع على تفصيل الجهل، إذا كان هذا الجهل ناشئ عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فهذا لا يعذر، وما كان ناشئ عن خلاف ذلك أنه لم يفرط ولم يهمل ولم يقم المقتضي للتعلم فهذا يعذر. إذن أهم ما يكون هنا أن تعرف أنه إذا اعتقد أن حكم الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس والطواغيت والقوانين مثل حكم الله وأحسن، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإذا كان لا يعتقد ولكن يقدم بل يعتقد أن حكم الله هو الذي يعني يصلح للبلاد والعباد فهذا كفر دون كفر، وهذا حال بعض الحكام هدانا الله إياهم. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم، هذا على ما تقدم معنا، أنه معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات، كفر وإيمان، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يختم بهذا الحديث: رأس الأمر الإسلام، وبين لك الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب، وإذا انقطع الرأس مات الجسد. وعموده الصلاة، الأعمدة التي يقوم بها البنيان الصلاة، ومن تركها فقد كفر، وإذا سقط العماد سقط البنيان بأكمله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلى. والجهاد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في كتاب الجهاد في الزاد، زاد المعاد، ذكر أن الجهاد على أربعة أقسام: جهاد النفس والشيطان والكفار والمنافقين. جهاد النفس يكون بسورة العصر: علم ثم عمل ثم دعوة ثم الصبر، وهذا تقدم معنا. ولابد أولا قبل أن تجاهد الكفار أن تجاهد نفسك على العلم ثم على العمل ثم على الدعوة ثم تصبر على العلم والعمل والدعوة، هذه مجاهدة النفس. الثاني مجاهدة الشيطان. يقال أن الشيطان سمي رجيم لأنه يرجم بني آدم، يرجمهم من طريقين: من طريق الشبهات ومن طريق الشهوات. الشهوات إما صغائر أو كبائر، والشبهات إما بدعة أو شرك، والشرك إما أكبر أو أصغر. فلا بد أن تجاهد الشيطان بترك الشبهات والشهوات، الشهوات سواء كان صغار أو كبائر، والشبهات سواء كانت بدعة أو شرك، والشرك سواء كان أكبر أصغر. فإذا أغلقت هذا الباب فأنت مجاهد للشيطان. نعم. طيب، الثالث والرابع: جهاد الكفار والمنافقين يكون على ما تقدم معنا: بالقلب واللسان والجوارح والمال. المال يعني تنفق المال في
في شهادة الكفار. كيف؟ قال هناك رجل يأخذ من ماله واشتري بعض المؤلفات والكتب التي يمكن بها دعوة اليهود والنصارى. جهاد أم لا؟ جهاد. نعم، اشتري بعض الأشرطة المعروفة لأهل السنة والجماعة في دعوة يعني الكفار ووزع عليهم. جهاد بالمال. لكن يعني هناك مسألة يعني ينبغي التنبيه عليها، وهو ما ينادي به بعض الناس من الخروج للجهاد في مناطق يعني مختلفة. أولا، هذه المسألة لابد من الرجوع فيها إلى كبار العلماء، لأننا يعني إذا جاءتنا مسألة في العقيدة من هيئة كبار العلماء مثلا، أو من الشيخ بن باز، أو من عثيمين، أو من الألباني رحم الله الجميع، ماذا نصنع؟ نقبلها أم لا؟ في الأصل نقبلها، لأن عرف هؤلاء بسلامة العقيدة والمنهج وغيره. فإذا كنا في مسائل العقيدة نقبل أقوال هؤلاء، فما بالك في مسألة فقهية؟ هل نقبل أقوال هؤلاء أو نرد؟ لابد نقبل، وإلا تناقضنا. الثاني، الجهاد عبادة، وكل عبادة من العبادات لا يمكن أن العبادة تكون صحيحة إلا بتوفر الشروط والأركان والواجبات وتنتفي عنه الموانع، ولا تكون العبادة باطلة. هذا في كل العبادات، نعم، حتى في الجهاد، نعم. إذن الجهاد لابد له من شروط وأركان واجبات، فإذا توفرت الشروط والأركان والواجبات تنتفت عنه الموانع فجهاده صحيح، وإذا لم تتوفر فالعبادة باطلة. وأنت تريد أن يكون هذا الجهاد جهاد حق لا جهاد باطل. ثم الخروج الآن إلى بعض المناطق والبلدان التي يعني ينادي بعض الناس أن فيها جهاد وهو جهاد شرعي، هي في الحقيقة ليس فيها راية واحدة بل رايات كثيرة، والأصل أن الجهاد يكون تحت راية واحدة لا رايات. ثم كيف يريد الخروج للجهاد وهو لا يعرف أصلا القتال، ومع من يقاتل؟ إذا أراد إنسان أن يسافر إلى بلد لابد يعرف عند من ينزل، ما هي العملة التي يتعامل بها، ما الطعام الذي يأكل وكذا. كيف وهو يخرج الآن ولا يعرف حمل السلاح ولا القتال ولا غيره؟ ثم لو أراد أن يتعلم هناك، ذاك البلد ليس بلد تعليم بل بلد قتال، ممكن ينزل وقت المباشر، وهذا فيه إلقاء النفس التهلكة. ليس معنى هذا الكلام أننا لا نحدث أنفسنا بالجهاد، لا، بل لابد أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك شهادة، لكن شهادة حق لا شهادة زور. ولذلك يقال أن عمر رضي الله عنه طلب وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق الشهادة في سبيله، وما يتصور أحد أن تكون الشهادة في المدينة النبوية، لكن عندما أخلص لله ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزق الشهادة رزق الله سبحانه وتعالى الشهادة في المدينة. وهذا يعني الأصل أن يكون حال الموحد أنه يتطلع إلى أن الله سبحانه وتعالى يرزق شهادة، لكن شهادة حق لا شهادة باطل. وبهذا يعني ولله الحمد تمت الأصول الثلاثة. غدا إن شاء الله تعالى نختبر اختبار شفوي، ثم بعد تختبره هنا في المسجد اختبار تحريري. نعم، بقي شيء؟ والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.